بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة المواطنون في سورية الحبيبة، موضوعنا اليوم التوحيد قوة. فما من قوة نحتاجها في خلال هذه المحنة العصيبة التي يمر بها بلدنا الطيب الغالي سوريا كقوة التوحيد؟ إذ إن حقيقة هذا الدين العظيم أنه دين التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد هو نهاية العلم، ألا ترى مع الله أحدا. التوحيد أن تتمثل قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. التوحيد أن تستوعب قوله تعالى: خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. التوحيد أن تعيش قوله تعالى: له الخلق والأمر، الأمر له، كل شيء خلقه بيده. إذن أمرك بيده، حياتك بيده، موتك بيده. التوحيد أن تعيش قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. التوحيد أن نفهم قوله تعالى: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. التوحيد أن توقن أن كل ما يجري في الأرض قد سمح الله به، أي أراده، لحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. التوحيد أن تعلم أنك إذا رأيت إنسانا قويا يخطط، يجب أن تعلم علم اليقين أن خطة الله تستوعب خطته. التوحيد ألا ترى رازقا إلا الله، ولا معطيا إلا الله، ولا مانعا إلا الله، ولا رافعا إلا الله، ولا خافضا إلا الله، ولا معزا إلا الله، ولا مذلا إلا الله. التوحيد أن تتجه إلى الله وحده، أن تعلق عليه الأمل وحده، أن تخافه وحده، أن ترجوه وحده. التوحيد يأخذك إلى أعلى درجات العلم. التوحيد تحرير الإنسان من كل عبودية إلا لربه الواحد الديان. التوحيد أن ترى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فسواه وكرمه وأعطاه. التوحيد تحرير لعقل الإنسان من الخرافات والأوهام. التوحيد تحرير لضميره من الخضوع والاستسلام. التوحيد تحرير لحياته من تسلط الأرباب والمتألهين. التوحيد يسهم في تكوين الشخصية الإنسانية المتزنة التي توضحت في الحياة وجهتها، وتوحدت غايتها، وتحدد طريقها، فليس لها إلا إله واحد تتجه إليه في الخلوة والجلوة، وتدعوه في السراء والضراء، وتعمل على ما يرضيه في الصغيرة والكبيرة. ففي القرآن الكريم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. التوحيد يملأ نفس المؤمن أمنا وطمأنينة، فلا تستبد بها المخاوف التي تتسلط على أهل الشرك، فقد سد الموحد منافذ الخوف التي يفتحها الناس على أنفسهم، الخوف على الرزق، والخوف على الأجل، والخوف على النفس، والخوف على الأهل والأولاد، والخوف من الإنس، والخوف من الجن، والخوف من الموت، والخوف مما بعد الموت. أما المؤمن الصادق الموحد فلا يخاف إلا الله، ولا يخشى غير الله، ولهذا تراه آمناً إذا خاف الناس، مطمئناً إذا قلق الناس، هادئاً إذا اضطرب الناس،
قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. التوحيد مصدر قوة للنفس، إذ يمنح التوحيد المؤمن قوة نفسية هائلة، حيث تمتلئ نفسه من الرجاء بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه والاستغناء به عن خلقه. فالمؤمن الموحد راسخ كالجبل، لا تزحزحه الحوادث ولا تزعزعه الكوارث. لما ولي الحجاج العراق وطغى في ولايته وتجبر، وكان الحسن البصري أحد الرجال القلائل الذين بيّنوا للناس الحق والحقيقة وصدعوا بكلمة الحق دون خوف أو وجل، فعلم الحجاج بذلك فماذا فعل؟ دخل إلى مجلسه وهو يتميز من الغيظ، وقال لجلاسه: تباً لكم، سحقاً لكم، يقوم عبد من عبيد أهل البصرة ويقول ما شاء أن يقول، ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه، والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. ثم أمر بالسيف والنطع ودعا بالسياف، ثم وجه إلى الحسن بعض جنده وأمرهم أن يأتوا به ليقطع رأسه وينتهي الأمر، وما هو إلا قليل حتى جاء الحسن، فشخصت نحوه الأبصار ووجفت عليه القلوب. فلما رأى الحسن السيف والنطع والسيافة حرك شفتيه، ثم أقبل على الحجاج وعليه جلال المؤمن وعزة المسلم ووقار الداعية إلى الله. فلما رآه الحجاج على هذه الحال هابه أشد الهيبة، وقال له: ها هنا يا أبا سعيد، تعال اجلس هنا. فما زال يوسع له ويقول: ها هنا، والناس لا يصدقون ما يرون، لقد طلب ليقتل، والنطع جاهز، والسياف واقف، وكل شيء مهيئ لقطع رأسه، فما الذي حصل؟ وكيف يستقبله الحجاج ويقول له: تعال إلى هنا يا أبا سعيد، حتى أجلسه على سريره ووضعه إلى جانبه. ولما أخذ الحسن مجلسه والتفت إليه الحجاج وجعل يسأله عن بعض أمور الدين، والحسن يجيبه عن كل مسألة بجنان ثابت وبيان ساحر وعلم واسع، فقال له الحجاج: أنت يا أبا سعيد سيد العلماء. ثم دعا بغالية، نوع من أنواع الطيب، وطيب له بها لحيته وودعه. ولما خرج الحسن البصري من عنده تبعه حاجب الحجاج وقال له: يا أبا سعيد، لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك، دعاك ليقتلك، والذي حدث أنه أكرمك، وإني رأيتك عندما أقبلت ورأيت السيف والنطع قد حركت شفتيك، فماذا قلت لربك؟ فقال الحسن: لقد قلت يا ولي نعمتي، يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أيها الإخوة الأكارم، لقد استنصح والي البصرة الحسن البصري مرة، وقد جاءه من الخليفة توجيه، إن نفذه أغضب الله، وإن لم ينفذه أغضب الخليفة وعزله من الولاية. قال له: اعلم أن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. ما أحوجنا اليوم في سورية إلى التوحيد الذي يريح النفوس ويملأها يقيناً بنصر الله القريب وفرجه. اللهم ارحم شهداء سوريا، اشف جرحاهم،
فك أسرهم، اكتب لنا فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.